السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرح موقع رائع، سوف تتمكنون من عمل فيديوهات ريلز أو شورت فيديوز على اليوتيوب أو على إنستغرام أو على منصة التيك توك بطريقة جد سهلة وبطريقة فنية عبر الذكاء الاصطناعي لهذا الموقع الذي سوف أقدمه لكم. إذن سوف نقوم بالذهاب إلى محرك البحث وسوف نقوم بكتابة أوبيس كليب، نضغط على سيرش، من ثم سوف نضغط على الرابط الأول. بوست كليب هي واجهة جد أنيقة جد رائعة، هناك العديد من الأشياء تستطيعون قراءتها واستكشافها بأنفسكم، فنحن سوف ندخل في صلب الشرح. إذن كما ستعلمون أن موقع أوبيس كليب فيه خاصية مدفوعة وخاصية المجانية، والخاصية المجانية هي التي سوف نقوم بالشرح. أما خاصية المدفوعة ف لمن توفرت يعني لديه النقود أو المال فسيشتري الخاصية يعني حسب احتياجه. إذا سوف نقوم هنا، يقول لنا أن نضع الرابط ليوتيوب، سوف نقوم نحن بعمل بنسخ رابط من قناة اليوتيوب لفيديو معين يكون على سبيل المثال بثلاثة دقائق، يعني كلما أطلت المدة كلما يأخذ الموقع وقت في عمل جنريت للفيديو. إذا نحن سوف نقوم بأخذ أو نسخ رابط لفيديو لديه ثلاثة دقائق، سوف نقوم بنسخنا على سبيل المثال. إذا كان لدينا أيضا فيديوهات على حاسوبنا فسوف نقوم بعمل أوبلود للفايل الخاص بنا على المكتب الحاسوب، وسوف نقوم بجذبه إلى الموقع وسوف يقوم بعمل فيديوهات كما ترون مثل هذه الفيديوهات بطريقة أنيقة وبالكتابة على الفيديو بشكل الملون. إذن سوف نقوم بالذهاب إلى يوتيوب، سوف نقوم بنسخ هذا الفيديو لجراند كاردون، سوف نضغط على مشاركة وسوف نقوم بنسخ الرابط من هنا، سوف نذهب إلى الموقع وسوف نقوم بلصق الرابط هنا. إذن هنا يعطيك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تتوفر في الرابط الذي أعطيته. أوكي، إذن we support English, German, Spanish, French، يعني هذا الموقع حاليا في الوقت الحالي يدعم الفيديوهات باللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية. أوكي، إذن سوف يحاولون تطوير الموقع إلى لغات أخرى، ونتمنى أن يتم إدخال اللغة العربية لكي تتمكنوا من عمل فيديوهات باللغة العربية. إذن حاليا الفيديوهات الأجنبية فقط. أوكي، إذن عندما نضغط على Get Free Clips سوف نضغط عليها، أنتم سوف تنبثق لكم تسجيل، يعني نافذة تسجيل بالجيميل الخاص بكم. هذا الموقع يدعم فقط الجيميل، لا نستطيع أن نقوم بالتسجيل بالإيميلات المؤقتة. أنا سبقت أن قمت بتسجيل بالجيميل الخاص بي، إذن سوف يدخل مباشرة إلى داشبورد الخاصة بالعمل. إذن كما ترون إخواني أخواتي هنا يعطيني أنتم في البداية سوف تحصلون على ساعتين. أوكي، إذا وضعنا هنا الفأرة كما ترون فري تريال ساعة وخمسون دقيقة، يعني هو يبتدئ بساعتين. أوكي، إكسبير إن 13 دايز. أوكي، يعني تنتهي لك هذه الساعتين في شهر، يعني يعطونك ساعتين في الشهر بالإيميل الواحد. إذا أردتم أو عندكم جيميلات كثيرة فكل ما عليكم هو إدخال جيميل آخر. أوكي، أو إذا أردتم شراء خاصية المدفوعة فكل ما عليكم هو يعني صرف 19 دولار في الشهر لـ200 دقيقة. أوكي، إذن هذا كل ما في الأمر إخواني أخواتي. إذن سوف نقوم بالعودة، إذن سوف نقوم بلصق الرابط الذي أعطيناه، سوف يقوم بتحليله. إذن أعطانا هنا يعني سوف يقتطع 4 دقائق من الرصيد الخاص بنا. إذن سوف نقوم بضغط على Get Clips in One Click. إذن كما ترون هو يعمل الآن Generate للفيديو، يعطيكم عنوان الفيديو ويعطيكم هنا إخواني أخواتي المدة الموجودة في الفيديو، وهنا يعطيك الوقت التي سوف تنتظرونه، وهنا البروسيسنج
لعمل جنريتنج لهذا الفيديو. إذن إخواني أخواتي كما ترون فالموقع قام بعمل جنريت للفيديو الذي أعطيناه أو الرابط الذي قمنا بنسخه في الموقع. إذن كما ترون فأعطانا 3 فيديوهات على شكل ريلز أو شورت. أوكي إذن سنرى الفيديو الأول. إذن كما ترون سنقوم بتشغيله. إذن كما ترون إخواني أخواتي فهنا الكلام أو السبتايتل الخاص بالفيديو على شكل رائع جدا. كما ترون إخواني أخواتي هنا يعطيكم نبذة أو ديسكريبشن حول مضمون الفيديو. هنا يعطيك الكلام الذي يتكلم به الشخص في هذا الفيديو. إذن سوف نرى الفيديو الثاني. الفيديو الثالث ايضا. إذن على هذا الشكل يجهز لك فيديوهات في وقت قصير جدا ويتم اقتطاع لك الدقائق من هنا اخواني اخواتي. إذن اذا اردت تحميل هذا الفيديو فكل ما عليك هو الضغط على داونلود. إذن ويعطيكم داونلود فايل على سطح مكتب حاسوبكم. إذن هذا كل ما في الأمر إخواني أخواتي. إذا أردتم اعتماد هذا الموقع فهو جد عملي ويقلل من نسبة عملكم على هذه الفيديوهات. فهذا الموقع جد عملي إخواني أخواتي. طبعا إذا أردتم أن تقوموا بعمل أبغريد للموقع إلى الخاصية المدفوعة فيمكنكم ذلك بكل سهولة. فأترككم لاستكشاف الموقع بأنفسكم. فهناك عدة خصائص التي سوف يضيفها مصمم هذا الموقع إلى هذا الموقع لكي يكون في أحسن حلة. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فكل ما عليكم هو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس الرمادي. ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إخواني أخواتي لدي قناة على تيليجرام سوف أقوم بكتابتها لكم أسفل في مربع الوصف. هنا في هذه القناة على تيليجرام سوف نتمكن من عمل مشاركة لمجموعة من التطبيقات، مجموعة من الأشياء التي يستحيل أن أقوم بمشاركتها معكم في القناة لخصوصيات أو سياسات اليوتيوب. إذن فسبق وأن قام اليوتيوب بحذف 4 فيديوهات لي لأنني قمت بشرح مواقع كنت أظنها أنها غير محظورة ولكن هي بالنسبة لليوتيوب فإنها مواقع محظورة. في تيليجرام سوف أتمكن من إعطائكم كل شيء يعني بكل حرية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله.